أجواء مستقرة خلال الأيام القليلة القادمة ودرجات حرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت العام. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم ساعدت أجواء مستقرة في عموم المناطق، لكن درجات الحرارة استمرت أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، خاصة في المنطقة الشمالية، وساعدت أجواء قارصة البرودة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. خلال الأيام القليلة القادمة لا تغير الحالة الجوية، تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام، درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، أجواء باردة بشكل لافت خاصة في المنطقة الشمالية مع تكرار تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر خاصة في المرتفعات الجبلية من منطقة تبوك وأيضا أجزاء من منطقة الجوف. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر الأجواء مستقرة لكن باردة خاصة في المنطقة الشمالية مع تجدد تشكل الصقيع في عموم هذه المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياضة والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية 12 درجة مئوية كحرارة الدنيا المحسوسة 10، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياضة توقعات الجوية الثلاث أيام القادمة، أجواء مستقرة بشكل عام، درجات حرارة تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية لكن تنخفض يوم الثلاثاء لتسجل 23 درجة مئوية، أما الصغرى تكون ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الاثنين لباقي المدن السعودية، نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 15 إلى درجة مئوية واحدة فقط، سكاكا 16 إلى 4 وعرعر 15 إلى 3. المنطقة الغربية المدينة المنورة 24 إلى 13، جدة 27 إلى 20، مكة المكرمة 26 إلى 19، والطائف 20 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 15 إلى 11، أبها 20 إلى 12، وجازان 31 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 21 إلى 15، حفر الباطن 20 إلى 7، والإحساء 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض 25 إلى 13، بريدة 21 إلى 8، وحائل 18 إلى 3 درجة مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.